انا عندي واحد التحفظ كبير في هذا الباب، هذا انحصار دور المثقف او غياب المثقف او انزواء المثقف او شيء من هذا القبيل هذا، لان هذا المفهوم في المثقف ليس له عند الناس اجمعهم يعني الاحاله نفسها. فعلى سبيل المثال حين يمكن ان نستحضر بعض الاسماء في تاريخ المغرب الحديث، يمكن أن نبدأ من الفاسي على سبيل المثال ونمر مباشرة إلى المفكر المغربي المرحوم محمد عبد الجابيري وسي عبد الله العروي أطال الله في عمره، وقبلهما سي سالم يافوت رحمه الله إلى سي كذلك أبراهام السرفاتي على سبيل المثال، عمران المالح حضمون عمران المالح عبد اللطيف اللعبي محمد بن نيس أحمد اليابوري محمد بن رادا إلى آخره. الزمن الذي أوجد هؤلاء ليس هو زمننا اليوم. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أنه المغرب في تلك المرحلة كان يعيش انطلاقة وتواكبها إرادة حقيقية في الانتقال من مجتمع إلى مجتمع، من مجتمع أميه أكبر بكثير من متعلميه، فقراؤه أكبر بكثير من أغنيائه، وما زال حتى اليوم. المجال البدوي في المغرب والأرياف في المغرب أكبر بكثير من المدن وقس على هذا، معناه أن كانت مشروع اللي كان هو معركة تحديد المجتمع المغربي، الانتقال بالمجتمع المغربي من مجتمع أمي إلى مجتمع متعلم، من مجتمع غير قارئ إلى مجتمع قارئ إلى آخره. وبالتالي هذا الزخم كان لازم من إنتاج أفكار تؤصله وتدافع عنه وتسعى في تحقيقه بكل ما أوتيت من قوة. هذا من جهة. من جهة أخرى الجانب الآخر هو أنه في المجال السياسي الأحزاب المغربية، أحزاب المغربية وليدت الحركة الوطنية على سبيل المثال حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الشيوعي الذي أصبح فيما بعد التقدم والاشتراكية إلى آخره. هذه الأحزاب علاقتها مع السلطة المركزية في المغرب كانت في أغلب الأوقات علاقة متوترة، علاقة معقدة، وبالتالي كان هناك صراع وتدافع، صراع وتدافع على السلطة طبعا. وهذا التدافع أنتج كثيرا من المآسي، ولكن أنتج أيضا كثيرا من الملاحم. كان المجتمع المغربي مجتمعا حيويا ديناميا، والدليل على ذلك على سبيل المثال مظاهرات التلاميذ في 1965، مظاهرات المجتمعية في 1981 1990 و2000 إلى آخر وقس، يعني كان هناك ترابط بين ما هو فكري وما هو سياسي، ما هو ثقافي وما هو سياسي. من جهة أخرى على صعيد قاعدة المجتمع، المدرسة المغربية كانت تعلم الكتابة وفك الخط والحساب والقراءة وقس على هذا، ولكن هناك بنيات موازية تكمل دور المدرسة وتعمق هذا الدور، هي دور الشباب على سبيل المثال، اللي كانت فيها أنشطة المسرح، أنشطة الرسم، أنشطة الغناء والرقص، أنشطة التخييم وقس على هذا. معنى أن الفئات الشابة والفئات المراهقة والأطفال كانوا مؤطرين تأطيرا جيدا وتأطيرا هادفا. بالإضافة إلى هذا، من هذه البنيات الموازية لدينا إداك الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بحيث تثقف
المتفرج وتجعله يدرك التمييز أو ما يميز الأفلام الجيدة من الأفلام الرديئة. أفلام ذات البعد الجمالي والفني والموضوعات إلى آخره، والأفلام اللي طبيعتها استهلاكية على كل حال. بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، هناك مسرح الهوات، بحيث في كل صيف في كل مدينة في المغرب يوم ذاك كانت أندية سينمائية، على الأقل نادي سينمائي، وفي بعض الأحيان تصل إلى 5 أندية سينمائية تؤطر المشاهدين. والحركة المسرحية مزدهرة في المغرب، كانت هناك مهرجانات جهوية في المغرب، أي مسرح الهوات في نهاية المطاف. وبالإضافة إلى ذلك، هذا كله على صعيد الأغنية أيضا أنتج ظاهرة ما سيسمى فيما بعد ناس الغيوان أو الغيوان والجلجلالة، بالنسبة للأمازيغية أسمان أودادان، إلى مناك المجتمع حي، كانت حيوية كبيرة في المجتمع، وكان تبادل قوي للأفكار وللمنظورات والدفاع عن لأن الغاية ما هي؟ كانت هي بناء مجتمعين ديمقراطيين حداثيين إن أمكن. اليوم اليوم الشيء المخيف في المغرب هو هذا الركود السياسي، الركود السياسي. وقبله كان هناك مدة 10 سنوات نوع من الركود النقابي أيضا، المجال النقابي بدأ يعيش حيوية ودينامية جديدة بفضل عدد من النضالات التي تخوضها فئات ومجموعات اجتماعية، في بعض الأحيان خارج النقابات، وفي بعض الأحيان من داخل النقابات إلى آخره. في نهاية المطاف ما أود قوله هو أنه بخصوص المثقف وتراجع المثقف أو انهيار دور المثقف إلى آخره، أو انعدام دور المثقف اليوم إلى آخره، ينبغي ألا ننظر إليه نظرة شخصية، إلى الشخص أو إلى الأشخاص، وإنما ينبغي أن ندرك الأمر في إطار مجتمعي أوسع وأشمل. هذا أما اليوم مازال الناس مثقفين ينتجون إلى آخره، ولكن همومهم ربما ابتعدت عما هو سياسي صرف. ربما هذا هو اللي ما يجعل الناس يظنون أن المثقف لم يعود له وجود أو لم يعود له رأي أو إلى آخره. والمشكل بالنسبة للأحزاب السياسية، لأن لا يمكن أن نفصل بين دور المثقف ومجتمعه ومن يعبر عن هذا المجتمع، أي الأحزاب السياسية. والأحزاب السياسية اليوم إذا كانت تنفر من شيء فنفورها أكبر من المفكر، من المثقف، من الذي يسعى إلى إعادة توجيه دفة. لأنه في نهاية المطاف شنو هو الحزب؟ الحزب فكرة تغرس تنمو تترعرع وتزدهر وتثمر إلى آخره. اليوم ما بقتش ثمار ديال هاد الفكرة هذه، ما بقتش إنما هي شجرة واقفة تنتظر من يسقيها ومن يعيدها إلى الحياة من جديد. وعلى كل حال الأمل كبير في شباب اليوم وفي الأجيال الصاعدة، وإن كانت البنيات الموازية التي ينبغي أن تؤطرهم وقع إهمالها. Thank you.